عبد الملك الحوثي يصدر توجيهات صارمة لقيادات حوثية بالاستنفار في صنعاء. لنشاهد التفاصيل. استنفرت قيادات جماعة الحوثي في مناطق سيطرتها خلال الأيام الماضية بحثا عن مقاتلين جدد لتعويض النقص في أعداد مسلحيهم بعد مصرع عدد كبير منهم في جبهات القتال. وذكرت مصادر محلية أن قيادات حوثية تعقد لقاءات مع مشرفي الجماعة الموزعين في كل الأحياء السكنية، ووجهوا بتدشين حملات وفعاليات للحشد والتعبئة العسكرية للجبهات. يأتي ذلك بعد استجابة لتوجيهات زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي الداعية لاستقطاب وتحشيد الجبهات من أجل مواصلة الحرب، فيما أكدت مصادر محلية أن محاولات التحشيد الحوثية واجهت فتورا شديدا في أوساط المواطنين والمناطق القبلية. وكشفت مصادر مطلعة في صنعاء أن القيادي الحوثي خالد المداني أحد المقربين من زعيم الجماعة والمسؤول المباشر عن السلطة المحلية في العاصمة كثف من تحركاته من أجل حشد المجندين، لا سيما في المدارس والمساجد والمصالح الحكومية، حيث عقد اجتماعات عدة في مختلف مديريات المدينة وأحيائها ضمن عملية التحشيد والتعبئة للقتال في صنعاء. وفي ذات السياق اعترفت المصادر الرسمية للجماعة بأن المدنية إلى جانب القيادي الآخر حمود عباد المعينة أمينا للعاصمة صنعاء عقد اجتماعا اليوم لمناقشة جهود التحشيد ورفض الجبهات.